تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء منطقة القرية الذكية، يرافقه وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والري والتنمية المحلية والقوى العاملة ورئيس هيئة قناة السويس. الجولة الميدانية لمحلب شملت تفقده شركة القرى الذكية وأيضا نحو 165 شركة أخرى متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 45 ألف عامل وموظف متخصص. وتفقد محلب المقر الجديد للمركز المصري للاستعداد لطوارئ الحاسبات وشبكات الاتصالات والإنترنت.